درس مثلث ودائرة، الصف الثاني. الوحدة الثامنة، أشكال وأفكار. مفردات جديدة، ربما حرف، ربما تمطر السماء بعد قليل. يا لها من فكرة جملة، يا لها من فكرة مفيدة أن ننظف الشاطئ. بعد أيام، تركيب، سنزور حديقة الزهور بعد أيام. أضلاع، اسم المثلث ثلاثة أضلاع. يحبس، فعل، يحبس الغواص أنفاسه تحت الماء. تحولت، فعل، تحولت اليرقة إلى فراشة ملونة. هرم، اسم بني الهرم ليكون قبرا للفرعون. مللت، فعل، تأخرت الطائرة عن الإقلاع فمللت الانتظار. قصة مثلث ودائرة للكاتبة أمل فرح. قصة مثلث ودائرة. ثلاثة خطوط سوداء كانت تعيش فوق صفحة بيضاء. ذات يوم قال واحد من الخطوط: لقد مللت أن أظل هكذا مجرد خط في صفحة. قال الخط الثاني: يمكننا أنا وأنت أن نصير قطيبين لقطار. قال الثالث: وفي هذه الحالة أين أذهب أنا؟ عادت الخطوط الثلاثة إلى صمتها لتفكر، وبعد فترة قال الخط الأول: يمكننا أن نقف بجوار بعضنا فنصير جزءا من سور يحمي حديقة. قال الخط الثاني: ولكن ربما تحولنا هكذا إلى قطعة من قفص يحبس عصفورا. قال الخط الثالث: يا لها من فكرة سيئة. وأضاف ثم إننا في كل الأحوال لن نصبح شيئا كاملا. مرت لحظات بعدها، قال الخط الثاني: لماذا لا نقترب من بعضنا ونفكر معا؟ وافق الجميع على الفكرة. عندما أمسك كل منهم بالآخر صاروا جميعا مثلثا. فرح الخط الأول وقال: شيء جميل أن نصير مثلثا. الآن يمكننا أن نصبح جبلا أو هرما أو خيمة. سر. بعد أيام سكنت دائرة صغيرة في ركن الصفحة البيضاء. فرح المثلث بالجارة الجديدة وقال: واحدة من أضلاعه كرة جميلة، هيا نلعب بها. خافت الدائرة على نفسها وقالت: أنا لست كرة، أنا قرص من الجبن. ضحك المثلث وقال: يمكننا أن نصير فأرا. ابتسمت الدائرة وقالت: لا تنس أنني دائرة، يمكننا أن أصبح قطا. يمكنني أن أصبح قطا. قال الضلع من أضلاع المثلث: ولماذا كل هذا؟ أنت دائرة ونحن مثلث، وكفى هكذا. قرر المثلث والدائرة أن يعيش معا بسلام. كل يوم كان المثلث يقترب من الدائرة أكثر فأكثر، وكانت الدائرة تقترب منه حتى أن من يراهما يعتقد أن الدائرة رأس العصفورة صغيرة والمثلث منقار. بعد أيام طارت العصفورة وعادت الصفحة بيضاء. اكتب الأحداث كما وردت في القصة، ثم أعد سردها مستخدما مخيلتك. واحد،
واحد خطوط، الخطوط الثلاثة السوداء، اثنان قضيبين قطاع، ثلاثة سور يحمر، أربعة مثلث، ثلاث كجبل وخيمة وهرم، خمسة الجارة دائرة، ستة العصفورة. التحف فعل، التلحف لمعرفة نتيجة التجربة، سلة النفايات تركيب، ضع سلة النفايات في غرفتك، برهة اسم، لن يستغرق الأمر سوى برهة قصيرة من الزمن، أفلح فعل، أفلح الطالب في الإجابة عن الأسئلة. استعنت فعل، استعنت بأبي ليساعدني في حل الواجب، التقيد اسم، التقيد بقوانين السير يجنبنا الحوادث، نتجاهل فعل، لا تتجاهل إرشادات السلامة عند نشوب حريق، لا محالة تركيب، سأنجح لا محالة.